كاينني قطعه ارض ما عندي ني لونساج ما عندي ني ما استفدتني 70 مليون سيانال. انا عندي زوجة تاعي كتخدم ادماش البلديه وما عندها كيما نوماوها هذا ما كان استاذ وانا ما نخدمش ما عندي حتى حاجه انا راني وما تدوم فهمك استاذ وما ابري موراها في 2019 في غير المقرر 2020 عاودوا رجعوني في واحد الليسته كيف كيف عاودوا طلعوني في الليسته 2020 وما 2022 كيف كيف عاودوا طلعوني في الليسته. المطلوب منك الان المطلوب منك ومن ديسمبر الى الان ما درت والو ما درت والو استاذ وعلاه يا ودي يا استاذ عاودوا قلت لك في 2020 عاودوا خرجوني في واحد الليسته واحده اخرى عاود خرج في الليسته تاع السوسيال تسمى انت تسمى 22 استاذ كيف عاود خرج في الليسته واحده اخرى شوف الخرطه ما تخرب بها استاذ الولايه يا سيد يا هما يديروا واش يحبوا الاداره دير واش تحب الاداره حتى اذا كانت ظالمه دير واش تحب انا نسقسيك انت كمواطن واش درت ما درت والو استاذ انا معول ان شاء الله باذن الله من غدوه ان شاء الله نروح المحكمه الاداريه تعطي بازار نقدم الشكوى تاعي تقدم الشكوى دير دعوه لازمك تحصل لازمك تجيب نسخه من مقرر الالغاء لازم يكون عندك نسخه باش ما كانش استاذ رافت الوالي رافت رئيس الدائره ما خصوش يرجعوا لي رئيس